هلا اول ميثود بنتعلمها مع بعض في عمليه الابروكسيميشن للبولينومي اللي هي بنسميها لاجرانج انتربوليشن، وهي لاجرانج انتربوليشن راح يطلع منها البولينومي اللي بيطلع منها واستخدم لتقريب الفانكشن اف بسميه لاجرانج بولينوميال. طيب اوكي، اذا هلا بدي ابلش في مثال بسيط اللي هو اللينير انتربوليشن، وزي ما حكينا دائما باللينير انتربوليشن ما بيكون في عندنا ايرور لانه احنا بنطلع خط مستقيم بمر في نقطتين، فعلى فرض انه في عندي انا ايش نقطتين، فافضل تقريب لخط للبولينوميال بمر في نقطتين هو ايش خط المستقيم اللينير، وعلى فرض انه في عندي انا اكس 0 واي 0 اكس واكس 1 واي 1، والسؤال بحكي لك فايند لاجرانج بولينوميال بمر في هاي التو بوينتس. هلا معادلة خط المستقيم كلياتنا بنعرفها، هاي معادلة خط المستقيم وهي ام اللي هي عبارة عن سلوب، وبالتالي بيجي بحط محل ام القيمة لإلها، هاي محل ام قيمتها، وبس شوي هاي خلصت هاي المعادلة تبعتنا اللي هي بولينومال من الدرجة الأولى لأنه في عندي نقطتين طلعوا هون. أنا عندي هون ان، عندي هون ان بلس 1 يساوي عدد النقاط اللي عندي قديش؟ 2، معناته البولينوميال تبعنا راح تقبل درجه لإله قديش على الاكثر واحد اللي هي خط مستقيم. هلا في هاي الحاله طبعا ليش بنحكي على الاكثر على الاكثر يعني ايش على الاكثر واحد، لانه بس اذا بدي اروح معكم على النوتس هلا هون افرجيكم طلع كيف. اذا كان عندي نقطتين بهذا الشكل، بما انه انا في عندي هون انا بدي احكي هلا عن ايش عن اللينير ابروكسيميشن، بما انه في عندي هون x0 y0 وبما انه في عندي x1 y1، وبالتالي انا لما اجي ارسمهم هاي x هاي y، طبعا انا بحكي هلا بشكل عام، بحكي بشكل عام انه البولينوميال تبعي راح يكون p1، اللينير بولينوميال راح يكون p1 اللي هو عباره عن ax plus b، ولكن انا بحكي at most of degree 1. ليه؟ شو معنى at most؟ at most يعني ايش؟ على الاكثر، يعني يا بتطلع الدرجه 1 or الدرجه 0، هي معنى at most على الاكثر 1. فهنا حسب موقع النقاط، فمثلا اذا كان النقطه هون x0 y0 وكانت عندك هون مثلا x1 y1، فساعتها بيطلع معك ايش اللي هو الانتربوليتنج بولينوميال بمر في هذول النقطتين بهي الصوره. واضح انه هون راح يطلع معك ايش اللاين البولينوميال 1، هون راح يطلع معك هون ايش ان تساوي 1. بس ممكن يطلع معك النقطتين مثلا على نفس الاستقامه، فاذا كان عندك نقطتين بهي الصوره مثلا، هاي النقطه الاولى هون اللي هي اكس 0 واي 0، وكانت عندك هون مثلا ايش اللي هي عباره عن اكس 1 واي 1، فساعتها في هاي الحاله لما تيجي تطلع احسن خط مستقيم بمر فيهم راح يطلع معك هون البولينوميال اوف ديجري 1، بس راح يطلع معك رقم اللي هو ايش راح يطلع معك، لانه راح تقبل عندك قيمه y0 راح تطلع معك نفس قيمه ايش y1، هذول متساويات، وبالتالي راح يطلع معك الرقم اللي هون هو نفسه y0 هو نفسه y1، وبالتالي هاي عباره عن ايش في هاي الحاله اللي هون طلعت معنا هاي الحاله انه n تساوي 0 بولينوميال من درجه 0، لانه y تساوي رقم خط موازي لمحور س. فعشان هيك احيانا بنحكي ايش at most، فبدنا ننتبه اذا كان النقاط على استقامه واحده او اذا طلع معنا نقطتين على الاقل، اذا طلع معنا نقطتين على استقامه واحده معناته خسرنا درجه. فهي هي الفكره في فكره at most. هلا نرجع للنوتس تبعتنا، وبدي ارتب هلا هاي معادله الخط المستقيم تبعتي، بس انا بدي ارتبها بطريقه معينه. طلعوا كيف هاي y0 محلها y1 على دوزع، يعني بدي اوزع البسط على المقام، هي وزعت البسط هون وهي وزعت البسط هون على المقام، وضربت كل واحد في ايش في x minus x 0، يعني بس الميل صار حدين. بعدين شو سويت؟ بعدين طلعت y0 عامل مشترك لانه y0 موجود هون وموجود هون، فطلعتها عامل مشترك، وبعدين شو وحدت المقامات جوا هون، لما توحد مقامات بيطلع معك بهي الصوره، هاي بضل مثل ما هي، هاي موجوده هون. هلا الهدف من ذلك انه بقدر اكتشف هلا بشكل عام الكوفيشنتس تبعون لاجرانج. اذا هي الصوره العامه تبعت لاجرانج بولينوميال، الصوره العامه هذول بنسميهم y0 y1، هذول بيكون موجودات في النقطه هيهم y0 y1 تغيروش. هلا المعاملات اللي هون بنسميهم هذول بنسميهم لاجرانج كوفيشنت. كيف يعني؟
لاحظ انه في صورة عامة بقدر اكتبها لاجرانج كوفيشنت، ولكن انا هلا بطلع في ايش؟ في اللينير انتربوليشن، معناته اللاجرانج بولونوميال هون راح تكون الديجري له واحد. فانا وصلت لهي الخطوة اللي هي نفس هاي الخطوة بولونوميال اوف ديجري 1. هلا ممكن اختصر الكوفيشنت اللي هون بهاي الصورة الاختصار للاجرانج، والواحد لانه الدرجة عندي واحد ثابتة، والزيرو لانه هون لها علاقة بواي زيرو. هلا لما انتقل على الحد اللي بعد هون، لاحظوا انه الواحد اللي هون هي نفسها للدرجة، لساتنا في الدرجة الاولى، والواحد اللي هون يعني انا انتقلت على النقطة الاولى، طبعا انا هون كنت في النقطة زيرو، النقطة زيرو هاي النقطة زيرو هاي النقطة زيرو هاي النقطة واحد، فانا هون وصلت عند النقطة واحد، وهي المعامل تبعها. هذول بنسميهم لاجرانج كوفيشنت بولينوميال. ولكن ممكن اكتب هاي الصورة شكل مجموع، طلع كيف بيجب. انا عندي الواحد ثابتة بتتغيرش، هاي الواحد ثابتة لان هاي بولينوميال اوف ديجري 1، ولكن اللي بتغير اللي هو ايش؟ العداد من 0 ل 1. هاي العداد بحط كي من 0 ل 1، طبعا هاي الواحد اللي هي عبارة عن الان، واللي هي نفسها الواحد الثابتة هون. ونفس الحاجة في عندي عداد y0 y1، إذا هو العداد بيمشي مع k. هلا كيف أعرف إنه l10 يعطي بهاي الصورة؟ كيف أعرف إنه l11 يعطي بهاي الصورة؟ باختصار طلع كيف. l10 بدك تعمل كالتالي، تأخذ فوق في البسط تأخذ x ناقص كل النقاط ما عدا x0، طلع في البسط بتأخذ الفرق بين x وكل الاحداث السيني ما عدا الاحداث السيني تبع الزيرو. يعني بطلع فوق بحكي انا x ناقص x0 بستثنيها، بروح بعمل بس x ناقص x1، فيش غيرها لانه فيش عندي غير نقطتين، فبعمل هون x ناقص x1. هلا لما اروح على النقطة الثانية مثلا هون بعمل x ناقص كل النقاط الاحداث السيني لهم ما عدا الاحداث السيني تبع x1، فبعمل x ناقص x0 لانه فيش عندي غير نقطتين x0 x1. هلا مجرد ما تعرف البسط، المقام اوتوماتيك بتطلع. شو هو المقام؟ البسط بتعمل له كوبي بتحطه تحت، وبتستبدل الاكس بالاكس 0. هلا البسط بتعمل له كوبي بتحطه تحت، وبتستبدل الاكس باكس 1، وخلصنا. فهي الفكره لما يكون في عندك 2 بوينتس. طيب السؤال، هلا لو كان عندي بشكل عام مش 2 بوينتس، في عندي كثير نقاط بشكل عام، كيف يعني اطلع اللاجرانج كوفيشنتس؟ فهي نقطة مهمة جدا. هلأ النقطة الملاحظة الأخرى المكتوبة هون إنه دائما اللينير انتربوليشن عند النقاط بعطيك صور إيش؟ بعطيك الصور. يعني مثلا إذا بتعوض هاي البي 1 صح؟ إذا جيت محل الإكس حطيت إكس وإكس 0 عوض، طلع كيف. هاي بدي أزغر الشاشة شوي، طلع بدنا نعوض مع بعض. هيو داروا على بي 1 وين ما في إكس أحط إكس 0، فلما تحط هون x0 هاي بتسفر كلها. لما تحط هون x0 اسف هذه بتسفرش، هذه اللي بتسفر. لما تحط هون x0 بصير عندك x0 ناقص x0 هاي بتسفر. لما تحط هون x0 بصير عندك x0 ناقص x1 على x0 ناقص x1 هاي واحد، فبضل الجواب y0 هي. بينما لو جينا مثلا على نعوض x1 وين ما في x حط x1، هون بصير x1 ناقص x1 هاي كلها صفر، هون بصير x1 ناقص x0 على x1 ناقص x0 هاي بتصير واحد، وبطلع الجواب y1 هاي. اذا بحقق الجرانج بولينوميال بحقق ايش؟ الصور 100%. هلا لو بشكل عام في عندي انا n plus 1 points بهاي الصوره، كيف اطلع لاجرانج بولينوميال؟ هاي الصوره العامه للاجرانج بولينوميال زي ما اشتقناها مع بعض هون، بس بدي احط محل الواحد ايش؟ n. فاذا بتحط محل الواحد n يعني بدك تمشي الاعداد تبعك من الزيرو لعند ال n. فهذا هو اللاجرانج بولينوميال اوف ديجري n، راح يطلع معك مجموع yk في lnk. طبعا lnk هي عباره عن اللاجرانج كوفيشنت. السؤال كيف نطلعهم؟ طلع بنطلعهم بهي الصوره زي ما اتفقنا قبل شوي. البسط هو x ناقص، طلع x ناقص x0 في x ناقص x1 في x ناقص x2 ما عدا x ناقص xk.
تمام هيها x ناقص x0 في x ناقص x1 لعند xk x ناقص xk ناقص 1 هلا x ناقص xk بنشطبها بضل بيجي اللي بعدها x ناقص xk بلس 1 لعند اخر نقطه x ناقص xn هلا هذا البسط المقام كوبي بيست بس محل الx بتحط xk هاي الk اللي هون هاي محل الx بتحط xk وخلصنا تعويض مباشر فمثلا لو في عندي ثلاث نقاط كيف اطلع اللاجرانج كوفيشنتس او اللاجرانج بولينوميال مثلا طبعا اذا كان عندك ثلاث نقاط معناته انا عندي هنا n بلس 1 تساوي 3 معناته في هاي الحاله n ايش على الاكثر 2 هلا على الاكثر 2 معناته بدي اكتب هاي القاعده بروح محل n بحط 2 اللي بالاسود هاي وين ما في n بحط 2 فبيجي هاي 2 2 2 هاي اللاجرانج تبعنا هلا المجموع هذا ايش بطلع المجموع لما كي تساوي صفر بعوض هون وين ما في كي تساوي صفر بعدين ايش بعوض الواحد بعدين ايش بعوض الاثنين هلا لما اجي على طبعا y0 y1 y2 معطيات هيهم هي y0 y1 هي y2 فيش فيه مشاكل هلا المهم كيف نطلع اللاجرانج كوفيشنت يعني ممكن انا مثلا اسالك اعطيني فقط l2 1 اعطيني فقط l2 2 فلازم تبقى عارف كيف نكتبهم فبيجي على ال على ال2 0 بروح على البسط البسط هو x ناقص كل الاحداث السيني ما عدا ايش x0 فبيجي بعمل x ناقص x1 في x ناقص x2 ما في x ناقص x0 وبعمل كوبي له بحطه في المقام بس محل x بحط هلا x0 هيك بطلع جاهز ال2 0 هلا لما اروح على ال2 1 بعمل كالتالي البسط هو x ناقص x0 و x ناقص x2 ما عدا x1 هي x ناقص x0 في x ناقص x2 ما عدا x1 وبعمل كوبي لهم بحطهم في المقام ومحل x بحط x1 اللي هون هي. لما اجي على l22 بعمل في البسط x ناقص x0 في x ناقص x1 ما عدا x2 يعني وفي المقام بحطهم نفسهم بس محل x بحط x2 تطبيق مباشر وبهي الطريقه يا جماعه ممكن نحسب ايش اي لاجرانج كوفيشنتس محدده يعني ممكن مثلا انا اطلب منك فقط ال2 1 كيف نطلعها فناخذ اكزامبل كتطبيق مباشر على اللاجرانج ميثود على فرض انه انا في عندي ثلاث نقاط طبعا هذا الاكزامبل ستار هذا الاكزامبل حلناه اذا بتتذكروا الاكزامبل ستار هذا حلناه في الانتربوليتنج بولينوميال في الدرس اللي قبل هاي يعني وهلا بدنا نحله نفس الاكزامبلز هي الثلاث نقاط بس بدنا نطلع حل لاجرانج بولينوميال ونعمل ايضا استيميشن للفانكشن اف عند الواحد اوكي بروح انا هلا بعرف انا عندي هنا ثلاث نقاط هي الثلاث نقاط لما يكون عندك ثلاث نقاط معناته انا بحكي عن البولينوميال من الدرجه الثانيه على الاكثر هي اللاجرانج بولينوميال اللي لازم نكتبه بشكل عام وهي الحدود تبعته فانا عندي y0 y1 y2 بكونوا جاهزين بس ما علي لاطبق تطبيق مباشر محل اللاجرانج كوفيشنتس فبكتب القاعده هاي لما اكتب القاعده هاي هي كتبتها هون وهلا بس بعوض ارقام لاحظوا محل y0 6 من هون محل y1 9 من هون محل y2 3 من هون بعدين بيجي بحكي x0 بحط قيمتها سالب 1 وين ما في x0 بحط سالب 1 وين ما في x1 هاي طلع x1 بدنا نحط 2 هاي 2 محل x2 بدنا نحط 0 هاي 0 محل نفس الحاجه محل x0 محل x2 محل x0 بنحط سالب 1 هاي x0 ونفس الحاجه محل x0 محل x1 تطبيق مباشر يا جماعه بنبسط هاي الارقام لاحظوا بيطلع كل شيء بدلاله x لانه هاي في x هون فبنبسطهم بيطلعوا بهي الصوره بنشطب الحدود المتشابهه ونكتشف انه نفس البولينوميال اللي طلعناه لنفس الاكزامبل ستار يعني وبالتالي هذا بنسميه ايش؟ كوادراتيك انتربوليشن ليش؟ لانه انا عمالي بطلع بولينوميال من الدرجه الثانيه بنسميه كوادراتيك انتربوليشن هلا اذا بدي اعمل استيميشن للفانكشن الاصلي عند الواحد بس بعوض واحد هون وبالتالي الاستيميشن بيطلع معنا 4 فهذا مثال تطبيق مباشر على كيف نطلع
Lagrange polynomial من خلال Lagrange coefficients. فالفانكشن اللي طلع معنا هون اللي هو B2 هو نفس الاقتران اللي طلعناه قبل شوي في بداية الشابتر. لا وسمينا في نفس الاكزامبل سميناه اكزامبل ستار، بس هون حليته بطريقة ايش؟ Lagrange polynomial. فاللagrange polynomial اعطاك نفس الابروكسيميشن. طيب جميل جدا، اذا بتوقع هلا الجميع متابع معي وفاهم. اوكي ما دام فيش اسئله، لاحظوا يا جماعه لو كان عندي مثلا اربع نقاط، لو كان عندي اربع نقاط ومطلوب نطلع لاجرانج بولينوميال، فبصير عندك هنا اللي هو n بلس 1 يساوي اربع نقاط، معناته نحن بنحكي عن بولينوميال من الدرجه على الاكثر ايش؟ ثلاث. فساعتها بيجي بكتب المجموع تبع ايش؟ هذا بي 3 تبع لاجرانج اللي هو y0 3 l ل 3 0، بعدين ايش بنحط 1، بعدين ايش بنحط 2، بعدين ايش بنحط 3. لاحظوا انه الرقم 3 ثابت. هلا مثلا عشان نطلع الكوفيشنت l 3 0 تيجي بتحط في البسط x ناقص x1 x ناقص x2 x ناقص x3 ما عدا x ناقص x0، وبتعمل كوبي تحطها في المقام بس محل x تحط x0. شايفين؟ هاي نفس الحاجه للكوفيشنت الثانيين. يعني مثلا لو بدي اجي على l 3 3 بيجي بعمل x ناقص x0 في x ناقص x1 في x ناقص x2، ما في x ناقص x3. هلا بعملهم كوبي بحطهم في المقام بس محل x بحط x3. شايفين كيف؟ تطبيق مباشر. وكل كوفيشنت هون بيكون مضروب في ايش؟ في كوفيشنت ال0 بيكون مضروب في y0، الكوفيشنت ال1 مضروب في y1 and so on. فتطبيق مباشر ممكن نطلع ايش؟ لاجرانج بولينوميال مثلا لاربع نقاط. هلا السؤال، هل ممكن مثلا نحكي عن يونيفورم بارتيشن؟ يونيفورم بارتيشن يعني المسافات تبقى موحده بين النقاط. الجواب نعم. فهون في عندنا تعريف لشيء بنسميه يونيفورم بارتيشن، هذا تعريف مهم راح نستخدمه من اليوم طالع كثير. فاذا في عندك فتره اي بي، طبعا الاي هي عباره عن اكس 0 والبي هي عباره عن الاكس ان، امتى بسميها يونيفورم؟ اذا كانت النودز اللي هي اكس 0 اكس 1 لعند اكس ان ار ايكوالي سبيس. Equally spaced يعني المسافة بينهم كلياتهم ثابتة. كيف يعني؟ يعني لو جينا نروح مع بعض على النودز واجي احكي انا مثلا في عندي مثلا النقطة الفترة اللي عندي AB اللي هي عبارة عن X0 و XN، امتى بسميها Equally spaced او بسميها Uniform؟ هلا بيجي انا بحكي كالتالي، انا عندي هاي هون بدي ابلش من عند x0، هاي x1، هاي x2، لازم المسافات تكون بين ايش؟ قد بعض كل المسافات بهي الصوره x4، هاي x5، بضلك ماشي انك توصل ايش؟ لعند xn. طبعا هلا x0 اللي هي عباره عن a وهي عباره عن ايش؟ عن b. فمثلا بدي افترض انه ايكوال سبيس، يعني المسافه من هون لهون h، من هون لهون h، من هون لهون h، كلياتهم ايش؟ نفس المسافه. H هو عبارة عن رقم ايش؟ رقم يعني موجب. هلا معناته انا بقدر استنتج التالي، بقدر استنتج التالي انه مثلا X0 خلينا نقول كالتالي، X1 هي عبارة عن X0 plus H. ليش؟ لأنه المسافة، لأنه المسافة بين، لأنه X1 ناقص X0 بيساوي H. نفس الحاجة X2 ناقص X1 بيساوي H، و x3 ناقص x2 بيساوي h and so on. معناته انا اذا بدي احصل على x1 بكفي اعرف h و x0. طب اذا بدي احصل على x2 بكفي اعرف x0 واضيف عليها كم h؟ اذا بدي احصل على x2 بدك تضيفها للh اللي هون والh اللي هون، فبدك تضيف 2h. طيب اذا بدي احصل مثلا على x3، اوكي x3 هي عباره عن x0 plus 3h، x4 هي عبارة عن x0 plus 4h. فهي ملاحظة مهمة، إذا بدك تحصل على xn هي عبارة عن x0 plus n في h. فهذا تعريف الـ equally spaced أو الـ uniform partition. إذا بنرجع للنوتس هلا بنلاقي التعريف موجود هون. شايفين كيف؟ إنه أي xk بدك تطولها هي عبارة عن x0 plus h في k. كويس؟ أنا بكيت حاط محل kn. فإذا كانت عندك الـ partition uniform معناته بقدر أحصل على أي نود من خلال معرفتي لـ x0 ولـ h. طيب لو جينا على المثال التالي، على فرض إنه في عندي الكوساين،
معرف على هاي الفترة من 0 ل 1 و 2 بالعشرة. والسؤال بحكي لي أعطيني لاجرانج بولينوميال من الدرجة الثانية باستخدام using equal space nodes واستخدم أيضا 3 digits. هلا النقطة المهمة إنه أنت بدك تطلع بولينوميال من درجة قديش؟ 2 على الأكثر. فأنا معطى معي هنا n، هي عبارة عن إيش؟ عن n. طب مين بقول لي قديش عدد النقاط؟ عدد النقاط راح يكون يا جماعة قديش؟ عدد النقاط راح يكون n plus 1 اللي هو عدد النقاط اللي هو النودز. كويس؟ معناته أنا راح يكون عندي 3 بوينتس. هاي نقطة مهمة جدا. هلا إذا في عندك 3 نقاط، يعني خلينا نروح على النوتس، معلش هاي النقطة لازم أوضحها بطريقة يكون الجميع فاهمينها. طلعوا كيف. هلا أنا في عندي موضوع الكوساين، في عندي مثلا إكزامبل تبعنا إنه في عندي أنا هون واي بيساوي كوساين الإكس، وبالتالي بدنا نشتغل طبعا إحنا هون على الفترة 0 و1 و2 بالعشرة، والفرع الأول بدنا نروح نطلع لاجرانج بولينوميال، فايند لاجرانج بولينوميال أوف order 2. هلا احنا بنعرف انه n plus 1 هاي عدد النقاط، بدنا ننتبه لها. هلا السؤال معطيك ايش؟ و n بنعرف انه n هي الديجري تبعت البولينوميال. هاي نقطة مهمة. هلا هو معطيني الديجري، قديش معطيني الديجري؟ 2. معناته عدد النقاط هاي عبارة عن n. معناته عندك عدد النقاط رح يكونوا 3، n plus 1 بيساوي 2 زائد 1 ويساوي 3 بوينتس. معناته لازم يكون في عندي 3 بوينتس. طيب 3 بوينتس، انا عندي اول الفتره 0 اخر الفتره 1.2، معناته بقدر استنتج انه هي اكس 0. معناته بدي كمان نقطه انا هلا، لانه هي صفت عندي هون ايش؟ اكس 2. بدي كمان نقطه اللي هي اكس 1، ولاني بدي استخدم ايكوال سبيس يونيفورم ايكوال سبيس، فبدي اقسم الفتره من النص. فشو رايكم؟ مين بقدر يخمن شو هذا الرقم اللي بيجي هون؟ مين بقدر يخمن شو هذا الرقم اللي لازم يجي هون؟ اكس 1. إذا هذا الرقم لازم يجي إيش؟ اللي هو عبارة عن 6 بالعشرة. أحسنتم. طيب جميل جدا. هلا ما دام 6 بالعشرة، هاي 6 بالعشرة وخلصنا. طيب السؤال، في علاقة بتقدر تطلع لك H ولا ما فيش؟ يعني أنا هون اكتشفت إنه H تساوي 0.6 بالعشرة، هي نفسها H تساوي 0.6. هلا إذا بدك تطلع H باختصار، شوف علي. H تساوي طول الفترة على الديجري. خلصنا. هلا طول الفترة اللي هي b ناقص a على الديجري اللي هي n، فبطلع معك طول الفترة اللي هي 1.2 ناقص 0 على الديجري تبعتنا هون 2، فبطلع الجواب 6 بالعشرة. فدام عرفت h، يعطيك العافية. ليش؟ لأن أنا بعرف إنه الفترة تبعتي 0 و 1 و 2 بالعشرة، صح؟ معناته هاي عبارة عن x0، هاي عبارة عن x0. معناته إذا بدك تطلع x1، x1 هي عبارة عن x0 زائد h وتساوي x0 plus h، فهي x1. إذا بدك تطلع x2 فهي عبارة عن x0 زائد 2h، فهي عبارة عن x0 اللي هي 0 زائد 2 في h اللي هي 1.2، فبطلع الجواب 1.2. فأي نقطة بدك تطلعها إذا عرفت ايش؟ h باستخدام uniform partition. فموضوع إنك تعرف تقسم الفترة موضوع مهم جدا. هي أعطيتك كيف تطلع h و كيف تعرف تشتغل مع اليونيفورم بارتيشن. فلو رجعنا على النوتس هلا راح نستنتج انه انا عندي فقط ثلاثه ايش؟ عندي هون انا فقط ثلاث نقاط، لانه انا عندي ان 2. اوكي، معناتها هي النقاط اللي عندي. هلا السؤال معطيك الفانكشن اف، ما دام معطيك الفانكشن اف، اوكي هي اكس 0 وراح بصورها بستخدم ثلاثه ديجيت اللي هي جتا 0 1. باخذ x1 اللي هي 6 بالعشرة بصورها جتا 6 بالعشرة باستخدام الراديان 3 ديجيتس، بيطلع معك هذا الرقم. باخذ 1.2 بصورها بيطلع معك بالراديان هاي صورة 1.2. هلا بدا معك 3 نقاط، بكتب القانون تبع لاجرانج بولينومي لثلاث نقاط مثل ما شفنا قبل شوي، وتعويض مباشر، معطى معك x0 y0 x1 y1 x2 y2، تطبيق مباشر، بعوض كل واحد قيمته محله، و مع مراعاة 3 ديجيتس يا جماعة. كويس؟ وبنبسط وبنشطب الأشياء المشتركة، وفي النهاية بطلع بولينوميال من الدرجة الثانية اللي بستخدمه لتقريب ايش؟ الكوساين في هاي الفترة.
اوكي هلا ممكن اطلب ايش؟ اعطيني مثلا لاجرانج بولينوميال من الدرجه الثالثه. هلا هون ان 3 معناته ان بلس 1 صاروا 4، معناته بدك 4 نقاط. معناته شو بتساوي هلا؟ بدك تحكي انه اتش تساوي طول الفتره، طول الفتره تبعتي اللي هي 1.2 ناقص 0 على الديجري. قديش الديجري عندي هون؟ 3. فهي الديجري تبعتي 3، وبطلع الجواب قديش؟ 1.2 تقسيم 3 0.4. فانت هلا بدك تقسم الايش؟ بدك تقسم عندك هون بتبلش من اكس 0 بتضيف عليها اتش، هي اتش، بتضيف كمان اتش، هي كمان اتش، هي صار 8 بالعشرة، بتضيف كمان اتش، هي 1.2. جاهز. هاي هي الاكس 0 وهي هاي الاكس 1 وهي هاي الاكس 2 وهي هاي الاكس 3. وبهي الصورة نحن طلعنا 4 بوينتس. إذا بتلاحظوا هاي هون. جميل جدا. فبروح بصورهم لأن الفانكشن موجود معي، بستخدم ثلاثة ديجيتس، الفانكشن اللي هو تبعنا الكوساين، وبروح بكتب القاعدة تبعت ايش؟ لاجرانج بولينوميال لما يكون عندنا 4 نقاط. بهي الصورة زي ما شفنا قبل شوي، وبنكون شوي دقيقين وبنعوض كل الأرقام محلهم x0 y0 x1 y1 x2 y2 و x3 y3. وبطلع معنا يعني تطبيق مباشر، ممكن تبسط هاي المعادلة بطلع معك كيوبيك انتربوليشن. كيوبيك انتربوليشن يعني بولينوميال من الدرجة الثالثة بستخدمه لتقريب الفانكشن f باستخدام لاجرانج ميثود. هلا بتوقع انه الجميع متبع معي صح لحد هون. هلا ما دام فيش اسئله خليني اعطيكم كمان اللي هو عباره عن اكزامبل. الاكزامبل التالي اللي هو عباره عن خذ الفانكشن f بيساوي الاكسبوننشال على هاي الفتره، و بدنا نطلع ايش هلا؟ بدنا نطلع لاجرانج بولينوميال اوف اوردر 1 يوزنج ايكوال سبيس نود. الفرع الاول. الفرع الثاني بدنا اوف اوردر 2 مع يونيفورم بارتيشن. احيانا طلعوا احيانا بكتب في السؤال ايكوال سبيس نود، هي نفسها يونيفورم بارتيشن. وايضا بنستخدم بولينوميال من الدرجه الثالثه استخدام يونيفورم بارتيشن. فهذا الاكزامبل بدنا تحلوه وتتدربوا عليه. هلا اخر ريمارك هون يا جماعه انه رح نكتشف ليتر. طبعا احنا اليوم شرحنا لاجرانج ميثود كويس. هلا المره الجاي بشرح نيوتن ميثود او نيوتن بولينوميال او نيوتن انتربوليشن. وبالتالي بعد ما اشرح نيوتن انتربوليشن بتطرق لموضوع الايرور، لانه دائما اي عمليه ابروكسيميشن بيكون في ناتج عنها ايرور. فراح نتطرق للايرور تاع نيوتن انتربوليشن ولاجرانج انتربوليشن، ونكتشف انه الايرور لهم از ذا سيم للاجرانج ونيوتن. فبهي الصوره يا جماعه وي كلوز لاجرانج انتربوليشن كطريقه اولى بستخدمها لتقريب الفانكشن اف.